ثانك يو. تمام يلا يا سيف تاني. نمبر 1 مام دي باك از هير، بقول هو از سبيكينج، قلت لي مارك. تمام هاو ديد ذي ويلكم دي باك؟ هاو سيف بس بيتكلم. سيف سير السؤال رقم كام؟ نمبر 2 يا حبيبي في الكوتيشن، هاو ديد ذي ويلكم دي باك؟ ورملي warmly. تمام where does the back come from؟ نيبال. نيبال تمام نيبال. لما اكتب الكلمات، الكلمات كلها ما تجيش زي ما قلت 10 كلمات، يبقى نحفظهم كويس. تمام حاجه ثانيه باكد عليها، باكد عليها الاسماء، وسواء اذا كانت اسماء الاشخاص زي مارك او ديباك او كلمه نيبال او امريكا، يبقى بتكتب كلها كابيتال. تمام طيب كوتيشن الثاني، بسمله بسمله يلا بسمله. بقول I haven't seen you since you were a baby أو I am glad you are here. Who is speaking؟ إيسير. أيوة ريتال إيسير. هو مش مفروض إن إحنا حلينا المرة اللي فاتت ولا إيه؟ تمام يا حبيبتي أنا براجع معاكم، مش ده كان عندكم هومورك أصلا والمفروض تحلوه وتجيبهولي؟ هو انا حليته مع حضرتك وانت بتقول المره اللي فاتت. تمام وعشان كده، وعشان كده حلين حاجات غلط، وعشان كده حلين حاجات غلط صح. إيه سير على فكره الواجب كان من اول صفحه 106. جميل طيب الكوتيشنز ديت فيها اي مشاكل دلوقتي بالنسبه لنا؟ لا طيب لا. لما هو لا بقى، لما هو لا، لما هو لا ليه وصلني اجابات بالاسماء غلط؟ ليه وصلني اجابات غلط؟ ها تمام الجزء ده كان منا مع بعض كتابة، الجزء ده كان منا كتابة. تمام طيب تمام يعني ده بدايتنا من أول هنا. تمام طيب تمام يلا رودينا، رودينا كاملين نمبر 4. قول دي باك كامز فروم نيبال. نيبال اسبلي لي نيبال. ان اي اي بي اي ان اي اي ما فيهاش ايه، ما فيش ان اي اي ان اي بي اي ال ان اي بي اي ال. تمام انا كاتباها كده بس ما كنت كاتبه البي شبه الاي فمش عارفه. طيب نظبط نفسنا. دي باك فيزيتس هيز فريند، عايز الجمله دي يحلها لي شريف. شريف ابو العزم يلا كمل. دي باك فيزيت his friend مارك. his friend مارك. تمام كوتيشن الثاني، كوتيشن الثاني يلا عبد الرحمن، عبد الرحمن السيد، عبد الرحمن. I always wear mine inside. يا شباب انا قلت في جزئيه always دهيت، لما اقول I always يبقى اللي بيتكلم هنا مارك، اما اللي بيقول I never I never دوت مين؟ دي باك. تمام نصحح الناس اللي عندها اي اخطاء في الجزئيه دي. I always wear mine inside. Don't worry. أنا دايما بلبس حذائي بالداخل. ما تقلقش. الكلام ده كان اللي بيقوله عبد الرحمن السيد. مارك. مارك. لمين؟ تو مين؟ دي باك. دي باك. بيجي كام بالظبط؟ نعم. بيجي كام بالظبط يا سير؟ 107. تمام؟ تمام. كمل يا عبد الرحمن. يبقى ماي شوز. ماي شوز ماين يعني ماي شوز. تمام ثانك يو عبد الرحمن. يلا يا مهند، مهند كمل معايا. مارك اند هيز ماذر ويلكم دي باك ورمي. دي باك دي باك. تمام دي باك سليبت ان ذا جيست روم. اسبل لي جيست روم. جي يو اي اس تي ار او او. تمام ايوه كده نظبط نفسنا في حفظ الكام كلمه دول. اوكي الكوتيشن اللي بعد كده، الكوتيشن اللي بعد كده عاوز مين؟ سيف خلاص. يا ريتال، ريتال وليد، ريتال. ها دو يو لايك تو بلاي فيديو جيمز؟ هو از ذا سبيكر؟ مارك. مارك تمام. تو دي باك. دي باك تمام. ديد هي او شي بلاي فيديو جيمز؟ نو هي ديدنت. نو واي؟ بيكوز هي نيفر بلايد فيديو جيم. تمام يلا نمبر 4 عاوز سلمى. سلمى
أني سلمى. يلا يا سلمى. سلمى أسامة. سلمى أسامة. لا لا لا. طيب فريدة. فريدة. يلا سيبها يسألها. مارك توك دي باك تو بلاي إن بارك. The park. تمام. The park never played video games. Video games. Thank you. يلا. ملك. 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 يا ملك. طيب نور البرهامي. يا سير ينفع جاوب. أيوة سير. نور. أيوة سير. أيوة مين. أنا نور يا سير. يلا يا نور. بقول I like playing football and riding my bike. Who is the speaker? Deepak. Deepak. Who does the speaker talk to? Mark. To Mark. Where does the speaker's friend, the speaker's friend come from? The speaker's friend, Nepal. تاني. تاني. قلنا the speaker مين؟ مين السبيكر؟ ديباك. ديباك. يبقى السبيكر دي فريند اللي هو مين؟ امريكا. يبقى هنا هقول امريكا. تمام. مارك. تمام. يبقى هقول هنا فروم امريكا. تمام. ديباك. تمام. كريم. كريم معنا. كريم. يلا يا كوك. ديباك was surprised to play video games because it was his first time to play video games. جميل. His first time to play video games. يا ريتال. His first time to play video games. تمام. Deepak. ينفع أقول to play it. To only to play video games. To play video games. أهي أهي. انقلها من فوق. Time to play video games. Time to play video games. لأن أنا هنا هبتكلم عن الجيمز يا محمد مش هقول عنها it. تمام. لو بتكلم عن فيديو جيم واحدة هقول له it. إنما هنا فيديو جيمز يبقى زم المفروض. تمام. فالأفضل إن أقول It's his first time to play video games. To play video games. تمام؟ كمل يا كريم. دي باك ميزد. Family. لا. دي باك ميزد. إيه and his إيه؟ سير ينفع أقولها؟ سير ينفع أقولها؟ نديله فرصته. نديله فرصته. يلا كريم. Friends. يا ولد. يا سير ينفع أقولها؟ طيب يا سير هقول يا سير اشوف اشوف سير سير عبد الرحمن عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد دي باك ميست نيبل فود دي باك ميست نيبل فود اند هيز فاميلي نيبالي نيبالي فود اند هيز فاميلي تمام تمام يا كريم نيبالي فود اند هيز فاميلي طيب تعرف تسبل لي نيبالي يا كابتن عبد الرحمن نيبالي نيبالي N E P A L ديت نيبال بس انا عايز الصفه منها بالاي كمان تمام يبقى N E P A L I تمام نيبالي فود L I تمام and his family thank you عبد الرحمن thank you تمام يا شباب دي جزئيه المراجعه على الستوري نحفظ الاسئله اللي موجوده قدامنا دهيت الجزء ده كملناه مع بعض لو في اي مشكله لو حد عنده اي مشكله في نقطه فيها يبعتها لي بس وانا اديله الاجابه الصح تمام ده الجزء الخاص بمراجعه الستوري طبعا هنشوف الاسئله دي تتكرر معنا اثناء الامتحانات اللي موجوده في اليونتس اللي موجوده في منهج الليتس جو تمام نروح لجزئيه الامتحان اللي انا بعته الحصه اللي فاتت وانتوا حلتوه تمام الامتحان احنا شفنا اسئله منه كتيره قبل كده في جزئيه الاختبار الالكتروني اللي هو كان اونلاين هنبدا نشوف دلوقتي الامتحان مع بعض كتابه تمام ده الامتحان اللي زمايلكم امتحنوه في المجموعات بقول هنا في نمبر 1 اتس انا سكارف يبقى انا هسال هناوات واقول هوز سكارف هوز سكارف از ذس نعم صفحه كام ده يا حبايبي الامتحان اللي انا بعته الحصه اللي فاتت ده الامتحان اللي انا بعته الحصه اللي فاتت مش موجود في صفحات ده الامتحان اللي انا بعته تمام تمام ها ده الامتحان اللي بعت الحصه في نهايه الحصه اللي فاتت ومعظم الناس ادتني الاجابه بتاعته امبارح او النهارده يبقى لما اقول هنا اهوت اتس انا سكارف يبقى هوز سكارف از ات او از ذس او از ذات تمام لما تبقى عند الاجابه بات اقدر اسال باي واحده في الثلاثه ذس او ذات او ات
انما لو الاجابه ذس يبقى سؤالها ذس، الاجابه ذات يبقى سؤالها ذات. تمام. اتس انا سكارف بقول هو سكارف ذات، هو ميتنز الميتنز جمع، يبقى بسال بار ذي او ار ذيز او ار زوز، ار ذي او ذيز او زوز. بعد كده بسال سؤال تاني، قال هي از ا بوي، يبقى انا بقول له ويتش بوي ات جيم، ويتش بوي ات جيم. اخر نقطه عندي، لما حد بيقول ثانك يو او ثانكس بقول له يور ويلكم، يو ار ويلكم. تمام. ده بالنسبه للديالوج. السؤال الثاني عندي سؤال الاندرلاين، بقول اي اتس جوينج تو بي فاين توداي، بقول له اي ثينك، اي ثينك اعتقد، وده اختبار على الكلمات. شي ويرز ايه اون هير هاندز، في ايديها بتلبس ايه من الحاجات دي، فانا بقول له ميتنز. ذيس از يور كرايون بات وير از، بقول له وير از ماين، فين بتاعي انا، فين القلم الالوان بتاعي انا. I like ice cream with mango. بقول له flavor. Flavor. طعم أو نكهة. This car must scarf. يبقى it's. الناس اللي حل الجملة دي غلط. بقول له it's hers. It's hers. It's hers. قلت hers أو أي it's تأتي في نهاية الجملة. It's hers. نعم. أنا كنت يصير قرأها كريم. قرأها إيه كريم؟ أوه. لو كريم كنت هقول his. تمام؟ تمام. يقول this car must scarf. It's hers. I know the girl. I know the girl. اتفقنا ان بعد girl او boy او man او woman او اي انسان بستخدم who. Who. يبقى اقول له who is. اللي هي دي. Who is sitting on the bench. بسأل هنا girl is منا، فانا بقول له which girl. Which girl. زيها which boy. Which girl. She تي with milk with، يبقى أنا أقول له fixes هنا، sorry she mixes، she mixes تي with milk، she mixes تي with milk. we cut wood، بنقطع الخشب، with a، قلنا طبعا هنا so اللي هي بمعنى منشار، وقلت من الكلمات المهمة عندي في اليونت الأول so. what were you doing when، طبعا هنا مديني were doing اللي هو ماضي مستمر، وعندي الرابط when أو قاعدة وين، يبقى يجي لي بعدها ماضي بسيط. الماضي البسيط هنا من ميت هو مت، الماضي البسيط من ميت هو مت. تمام. ده بالنسبة للجزئية دي. طيب بروح لجزئية الريرايت. في الريرايت عندي لينا is the girl she's drawing a picture. لينا is the girl she's drawing a picture. استخدم هو، وعندي W small يعني استخدم هو في نص الجملة. استخدم هو في نص الجملة. يا سيرتب هو ينفع أسأل هنا، ينفع أسأل هنا ب هو في اول الجمله اللي هي معناها من؟ هقول لك لا. ليه؟ لان انا عندي الجمله اللي هي مطلوبه عندي هنا مديني جملتين مش جمله واحده، مديني جملتين مش جمله واحده. يعني انا لو بقول لينا از كذا، ها ممكن اقول هو از كذا، انما لينا اذا قال وبعد كده بقول شي از دروينج مديني جملتين، يبقى ما ينفعش اسال بهو خالص. تمام. يبقى اذا هستخدم هو وسط الجملتين، هكتب هو في النص، هكتب هو في النص. تمام. هشيل الفلسطوب واشيل شي طبعا، لان هو هنا بتحل محل شي، هو هنا تحل محل الاسم المكرر في الجملة التانية، هو تحل محل الاسم اللي تم تكراره في الجملة التانية. ايه الاسم اللي تكرر في الجملة التانية؟ شي، اللي هي مين؟ اللي هي لينا. تمام. يبقى انا بشيل الفلسطوب واشيل الشي وبسيب إز زي ما هي، إز زي ما هي، يعني هقول هو إز drawing a picture. تمام. This is my car. اسأل لي بهوز، يبقى أقول له هوز، واتفقنا إن هوز عشان أبدأ بها الجملة لازم يجي لي بعدها اسم الشيء اللي بسأل عن ملكيته، يبقى أقول whose car is this. whose car is this. أيمن the boy who is wearing blue jeans. قول له which، يبقى أقول له which boy is أيمن. which boy is أيمن. number four. I broke my leg while I was playing football. استخدم when و W عندي فيها small، يعني استخدمها في نص الجملة. طيب طالما هستخدم when في نص الجملة و while اللي عندي في نص الجملة، إذا هعمل حركة المقص. يعني إيه حركة المقص؟ يعني هبدل اللي بعد while أخليه قبلها، واللي قبلها أخليه بعدها. بمعنى إن الجملة هتبدأ عندي I was playing football إمتى؟ when I broke my leg. when I broke my leg. number five. he was running when he fell down. أهو he was running when fell down. عندي ماضي مستمر when ماضي بسيط. استخدم what. خلاص يبقى what، واعمل لي مقص هنا ما بين الفاعل والفعل، يبقى what was he doing. بعوض عن running هنا اي اي ان جي في الدنيا، بعوض عنها في السؤال بdoing، يبقى هقول what was he doing when he fell down. what was he doing when he fell down. بالنسبه للقطعه، قطعه من القطعه المهمه جدا للامتحانات، من اهم القطع اللي بتتكرر في امتحانات كثيره. جت في سنين فاتت في امتحانات اللغات في مدارس اللغات، القطعة اللي بتكلم عن التورستز. قالنا القطعة بنقول tourists like to visit Egypt in winter. they come to enjoy the warm weather.
The sun shines all the day. They like to visit the Egyptian Museum, Cairo Tower, the Pyramids, and the Sphinx. They also like to visit Khan Khalili and buy souvenirs. وهنا سوفينيرز هنا بمعنى هدايا تذكارية. تذكار يعني المكان اللي بيزوروه. They also go to Upper Egypt, بيروحوا صعيد مصر, to visit Luxor and Aswan. They take photos of all the beautiful things they see. They enjoy their time in our country. They stay in good hotels where they can have delicious food. They enjoy the warm welcoming of the helpful people who work there. They're fin في الهوتيلز. تعال نشوف السؤال الأول. When do tourists like to visit Egypt? هو قايلها له. Tourists like to visit Egypt in winter. خلاص الإجابة in winter. اللي كتب لي in winter صح؟ اللي كتب لي الإجابة كاملة صح. النقطة الثانية. Why do tourists come to enjoy to Egypt? هقول له هو. They come to لي to لكي enjoy. يبقى هقول له to enjoy the warm weather. To enjoy the warm weather. تمام؟ What? What do tourists like to visit in Egypt? اللي هو they like to visit. What do they like to visit? هقول له they like to visit in Egypt. في مصر كلها. يبقى هقول له they like to visit the Egyptian Museum, Cairo Tower, the Pyramids, and the Sphinx. عايز ازود كمان هقول له they also visit خان الخليلي. تمام؟ مش لازم اقول له to buy souvenirs. هقول له كمان they visit the Upper Egypt to visit Luxor and Aswan. يبقى دي كلها اجابات صح. طب انا يا سير كتبت الجزء الاول اللي هو they visit, هم بيجوا هنا يزوروا الايجيبشن ميوزيوم وكايرو تاور وبيراميدز وكمان سفنكس. تمام مفيش مشكله. المهم تقول لي الاماكن اللي هم بيزوروها. بعد كده بقول tourists go shopping, بيروحوا يتسوقوا. ان الشوبينج ده فين؟ احنا قلنا هنا عشان يشتروا to buy souvenirs. يبقى اقول له خان الخليلي. تمام. النقطه الثانيه the weather in Egypt is, هو مديني كلمه من الكلمات دي موجوده فوق. قال لي the warm weather. يبقى اذا الويزر اللي عندي في مصر اسمه warm, دافي. The underlined word there, كلمه الكلمه اللي تحت الخط اللي هي there دهيت بتشير الى ايه؟ لازم ارجع في القطعه واجيب الجمله من اولها. اولها ايه؟ انا بقول هم بيقيموا في الهوتيلز. وير هنا بمعنى حيث للمكان, حيث هم بياكلوا اكل كويس وكمان بيستمتعوا بالترحيب او الاستقبال الحار من الهيلب فور بيبل, الناس المتعاونه اللي موجوده هناك. هناك فين؟ هناك طبعا في الهوتيلز. يبقى اذا كلمه زير هنا بتشير الى كلمه هوتيلز. تمام. ده بالنسبه للقطعه. بروح بعد كده لجزئيه الباراجراف. الباراجراف زي احنا متعودين من سنه رابعه, وفي نماذج معينه بتجيلي في جزئيه الباراجراف. تعودنا ان احنا نكتب عن زياره للزو, زياره للبارك, مثلا البيتش او السمر. الحاجات دي كلها متكرره كتير وممكن عادي ممكن تجيلي تاني في سنه سته, مفيش مشكله. ولكن لازم اعود كمان نفسي على جزئيات جديده. هنا بيتكلم عن حاجه اسمها ريدنج, اتكلم عن القراءه, او اقدر اقول لك رايت اباوت يور فيفرت هوبي, اكتب عن هوايتك. سواء بقول لك ريدنج او هوايتك اتكلم عن الريدنج. خلاص يبقى انا هقول له هنا اهوت, قلت بسيب مسافه في اول جمله, ببدا كابيتال وبنهي بالفول ستوب, كابيتال فول ستوب, لحد ما اخلص لي 6 جمل ولا 7 جمل ولا 10 جمل او 15 جمله زي ما هتكتب. بس اهم حاجه في الكتابه ان انا ما اطولش في الجمله, وكمان لما اكتب كلمات يبقى كلمات بسيطه بالنسبه لي, يعني السبيلنج بتاعها صح, لان انا بتحاسب في الباراجراف على الحاجات دي كلها. بتحاسب على البنكتويشن, يعني بادئ كابيتال ولا سمول, بحط الفول ستوب ولا ما بحطهاش. تمام. انا السبيلنج بتاع الكلام ده صح ولا لا. حاجه اخيره, ترتيب الافكار او تقديم الجمل اللي انا بقدمها. ما تجيش تقول لي احنا روحنا البيت الساعه 5 اصل احنا رحنا زرنا حديقه الحيوان. لا, انا بدي ترتيب الجمل, يعني الحاجة اللي حصلت الأول ثم الثاني ثم الثالث, تسلسل كده للأحداث. ولابد أن الجملة الأولى يكون فيها حاجة اسمها topic sentence. إيه هي topic sentence؟ يعني جملة الموضوع. يعني السير كرامة أول ما يقرأ الجملة الأولى كده يعرف أن أنا هتكلم هنا عن مثلا عن السكول أو عن الساندويتش أو عن الآيس كريم أو عن الريدنج أو عن كذا. تمام. يبقى الجملة الأولى لابد أن تحتوي على كلمة الموضوع. أنا بتكلم عن إيه النهاردة؟ بتكلم عن ريدنج. خلاص يبقى هقول له هنا في أول جملة ريدنج is my favorite hobby. خلاص أنا كده عرفت أنك هتتكلم في الباراجراف بتاعك عن الريدنج. الثاني هيقول لي I like reading very much. ماشي يا عم. تمام. اوكي يبقى هبدا واقول ماي فيفوريت هوبي از ريدنج, اي لايك ريدنج فيري ماتش. تمام. بعد كده بقول له اي اولويز, واحنا عادي لو قلنا
reading is my favorite hobby. عسل وحشة جميلة صح طبعا. Reading is my favorite hobby أو my favorite hobby is reading. الاثنين الترتيب بتاعهم صح طالما مدياني جملة ومعنى صح خلاص ما فيش أي مشكلة تمام. إما my favorite hobby أهوت is reading. I like reading very much. I always go reading in my free time. In my free time I go to school library. ماشي. I go with my friend. ما فيش مشكلة. We like reading English books. بنحب نقرأ كتب الإنجليزي. I also like reading stories. تمام. Reading gives us a lot of information. Reading دي بتدينا gives reading لأنها مفرد. Gives us information. بتدينا معلومات. تمام. ممكن أقول it widens our minds. يعني بتوسع مداركنا أو بتوسع عقولنا يعني. تمام. It's very important. إنها مهمة. تمام. ما فيش مشكلة. هقدر أكتب بأفكار مختلفة. كل واحد وعنده أفكاره يقدر يتكلم عن الجزئية دي. تمام. بروح بعد كده لجزئية آخر سؤال عندي بيجي لي في الامتحان وهو سؤال write questions. كون أسئلة والسنة دي زي ما قلت بدون أداة استفهام. أنت اللي اخترع أنت أداة الاستفهام. I was having lunch. I was having lunch when the phone rang. يبقى أنا هقول لك what. Where you يا مهند. Where you يا كريم. I was بحولها ل where you. يبقى أقول لك what were you doing. إمتى. When the phone rang. What were you doing. أنت كنت بتعمل إيه. When the phone rang. What were you doing. When the phone rang. قلنا I was أصلها where you. They are Hannah's. Hannah's طالما عندي أصرف اسم الملكية أو ضمير ملكية أو صفة ملكية يبقى أنا بسأل بهوز. يبقى whose toys are they. Whose toys are... مش whose Hannah بقى. لا whose toys. Whose وبعدها اسم الحاجة اللي بسأل عن الملكية بتاعتها. يبقى whose toys are they. Yes I was. Yes I was. تاني I was تاني. يبقى هنا هقول لك where you. Where you. W-E-R-E. Where اللي هي الجمع من was. يبقى where you writing an essay. Where you writing an essay. وانت كنت بتكتب essay. Where you writing an essay. تمام. ده question number 7 مش كده. وده كان number 6. تمام. وده number 4. امال في number 5 يا حلوين. في number 5. ها. سيجين في حضرتك تقول تاني نمبر 2 في الرايت كويشنز. حاضر. سؤال نمبر 5 فين؟ حدش عارف؟ حدش عارف نمبر 5 فين؟ انا عارف يا سيه. قولي يا عبودة. انا عارفة يا سيه. قولي. انت اصلا انت حطيتوش الستوري. تمام ما حطيتوش يا عبد الرحمن لانه الستوري وانتوا ما كنتوش اخدتوا الستوري. دلوقتي اقدر احط اي سؤال ستوري وهنجاوب عليه بكل بساطة. تيجوا نشوف. بس هنحل الاول السؤال الثاني عشان زميلتكم. هنا النقطه الاولى هنا او الثانيه انت بتسال على الثانيه مش كده. They are Hannah's toys. يبقى اقول whose toys are they او are these او are those. Whose toys are they او these او those. الاخيره where you writing an essay. تمام. احنا قلنا تمام كده. سير ايوه وانا عادي ان انا اكتب اللي هي what were you doing بس فين يا باشا فين في الاولى ولا في الاخيره. لا في الاولى. في الاولى انا في الاولى بقول what were you doing. تمام مفيش مشكله. بس انا مديلك لقيت جمله وسهله ومش هتغير فيها حاجه. انقلها. مديلك تكمله جمله ما فيهاش اي مشكله كملها زي ما هي. يبقى what were you doing when the phone rang. ده الافضل طبعا خاصه لو في سؤال تكوين سؤال زي ده او في سؤال محادثه. تمام. طب سير هي نمبر 3 في الرايت في الرايت كويشنز عادي لو كتبنا what were you doing. غلط طبعا. ما ينفعش ما ينفعش وات خالص هنا. ليه ليه حد يعرف يقول ليه؟ استاذ مهند. مهند يا مهند مهند لانه يصير بيسال لانه بيسال لازم اديله فعل ما ينفعش بيس او نو. هقول هنا وات ما ينفعش اسال بوات طبعا لوجود يس. وجود كلمه يس او نو في الجمله بيعني ان السؤال ده بيبدا بفعل مساعد ما بيبداش باداه استفهام. تاني يس ونو كويستشنز ده نوع من الاسئله بسال بيه بفعل مساعد زي واز او وير او از او ار او دو او داز او ديد. تمام. ما ينفعش اسال لا بوات ولا بوير ولا باي اداه استفهام طالما عندي يس او نو في الجمله. تمام. قلت لكم كويتشن نمبر 5 هو اللي ناقص عندي هنا اللي هو كان الستوري. تعالوا نشوف الاسئله بتاعه الستوري اللي كانت عندي على الامتحان الاول والثاني. في الامتحان الاول والثاني الامتحان الاول والثاني اهو ادي السؤال الخامس اهوت. يلا حلوين جاهزين اهوت ادي الكوتيشن اللي عندي. نعم. انا
انا عايزه اجاوب الكوتيشن اللي عنده اهوت. مام دي باك از هير هو از سبيكينج. اتفضلي. مارك هاو ديد زي ويلكم دي باك؟ warmly. وير داز دي باك كم فروم؟ فروم نيبال. نيبال. ثانك يو. شكرا. رودي رودينا رودينا انا كنت بجاوب يا سير. ماشي يا رودينا كملي. دي باك كمز فروم نيبال. نيبال. دي باك فيزيت هيز فريند مارك. ثانك يو. يلا يا مين اللي هيجي؟ مين اللي هيجي؟ مين؟ انا عاوز اجاوب يا سير. مين جاهز؟ مين اللي عايز تجاوب يا سير دي؟ هنا سير. هنا يلا يا هنا. يا سير. يا ملك. ما فين ملك؟ سير ينفع انا اجاوب؟ ملك. سير. ملك عماره. يا ملك. يا سير. طيب انا دلوقتي انا قلت مين؟ انا قلت هنا ياسر الاول. يلا يا هنا. هنا ياسر بقول I always wear mine inside don't worry. Who is speaking؟ مارك. انما لو كانت الكلمه دهيت نيفر كنت هقول مين؟ دي باك. تمام. ايوه كده نفرق. اللي دايما بيلبس الشوز بتاعه داخل البيت ومش قلقان خالص ده اسمه مارك. يبقى هو سبيكينج مارك. هو داز ذا سبيكر توك تو؟ دي باك. وات داز ذا سبيكر مين باي ماين؟ كلمه ماين هنا معناها ماي شو. ثانك يو. يلا يا بيتر ينفعنا بسمله. وعلي صوتك يا بسمله. بسمله اهي. ها مارك اند هيز ماذر ويلكمد دي باك. دي باك سليبت ان ذا ها فين يا بسمله؟ ايوه بسمله. يا بسمله ان ذا ايه مستمعك يا بسمله. طيب شريف ابو العزم. شريف كمل اخر النقطه ديت. دي باك سليبت ان ذا جيست روم. تمام. على فكره هي قالت ما انا مش سامع والله ما بسمعكش يا بسمله خالص. يا بسمله علي صوتك يا بسمله. هاجي هنا وباكد تاني عليكم. باكد تاني لما بجاوب في جزئيه الستوري انتوا شايفين السؤال بتاعها خفيف ولذيذ. سؤالها خفيف ولذيذ يبقى ما يبقاش خفيف ولذيذ واغلط في السبيلنج بتاعها بكلمه بسيطه زي مارك او دي باك او نيبال. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه قلت لما بكتب اسماء الاشخاص زي مارك او دي باك او نيبال تكتب كابيتال. الكلام واضح اهو عشان ما فيش اجابات تجي لي بعد كده مكتوبه سمول او اجابات احسبها غلط. تمام. ماشي يا شباب. كده احنا خلصنا يونت 1 في تايم. يونت 1 في ليتس ويونت اللي هو جزئيه الاستوري كلها. تعالوا لي لجزئيه. يلا بسرعة لجزئية التايم. نرجع تاني للتايم. جاهزين؟ معانا مذكرة التايم؟ ثواني يا سي. يلا مذكرة التايم. هنفتح على بيج التايم بيج 21. ها التايم 21. تمام يا سي. تمام جبتوها؟ ايوه سي. طيب جميل. أيوة الناس سي. الناس اللي موجوده عندي في الصوره ديت فين حته المكان ده ايه ريستورانت يا سي. ريستورانت يا سي. تمام. شفتها في العنوان ولا ايه يا مهند؟ شفتها في العنوان ولا شكلهم كده في الريستورانت؟ لا يا سي. تمام. يبقى عنواننا في اليونت الثاني ان ذا ريستورانت في المطعم. تمام. بما انهم في المطعم اذا اي صوره هتجيلي بالشكل ده ان الناس قاعده وماسكه المنيو او بتطلب اكل في مطعم او بتاكل في مطعم يبقى هكتب نفس الباراجراف اللي هيتكتب على اليونت ده. تعالوا نشوف المحادثه عندنا بدأ طبعا بالصوره اللي عندي دي اسمها ويترس. الست دي اسمها ويترس. يعني ويترس اللي هي جرسونه المؤنث من كلمه ويتر جرسون وويترس جرسونه. هنا بتبدا تسال الزبون او الزباين اللي عندهم هلو ار يو ريدي تو اوردر بقلمنا الجميل كده وخط تحت الجمله دي كلها اللي هي ار يو ريدي تو اوردر. عملنا خط تحت الجمله دي. يبقى ار يو ريدي تو اوردر هل انت جاهز او هل انتم جاهزين للطلب؟ انتم جاهزين تطلبوا؟
انتوا جاهزين تطلبوا؟ هنا انا استخدمت ار ولا دو؟ لا استخدمت ار لان كلمه ريدي صفه والصفات تسبق بام واذ وار. ريدي صفه والصفه تسبق بام او اذ او ار، ما ينفعش لا دو ولا داز ولا ديد. ار ريدي تو، وهنا باجي للصفه وحرف الجر اللي معاها اللي هي ريدي تو. هو دايما يسير ريدي معاها تو؟ قال لي لا، في ريدي تو وفي ريدي فور، في ريدي تو وفي ريدي فور. ريدي تو يجي لي بعدها فعل في المصدر اللي هو اوردر عندي ده. طب وريدي فور يجي لي بعدها اسم او اي ان جي. اديني مثال اقول لك ار يو ريدي فور سكول، انت جاهز للمدرسه؟ ار يو ريدي فور سكول، فور بريكفاست، فور لانش، فور واسم، فور واسم، انما تو زائد مصدر. ار يو ريدي تو اوردر، الرد هنا كان اي ثينك سو، اي ثينك سو اعتقد ذلك. اه ايوه احنا جاهزين هناخد اهوت. اي هاف ا ستيك، وايل هنا لاتخاذ قرار سريع، ايل هنا لاتخاذ قرار سريع. هي ايل اختصار ايه؟ قلنا اختصار اي ويل، ايل اختصار اي ويل. ايل يجي لي بعدها الفعل في المصدر، اي ويل هاف يجي لي بعدها الفعل في المصدر. ايل هاف ا ستيك، ايل هاف ا ستيك انا هاخد بفتيك، ايل هاف ا ستيك انا هاخد بفتيك. طيب البفتيك نعم سيري ينفع اي وونت؟ ممكن طبعا كل حاجه، ولكن انا هنا انا ليا الاكسبريشن الموجود عندي في الجمله. ممكن اقول اي وونت طبعا واي لايك، تمام، يمكن ان اقول اي كلمه، ولكن هنا هو مستخدم لي للطلب السريع، للطلب السريع او الرد السريع او اتخاذ قرار سريع، فقلت اي هاف ا ستيك، اي هاف ا ستيك، تمام، اي هاف ا ستيك انا هاخد بفتيك. فهنا بنسال على الستيك ده، الناس اللي بتكتب في الشاشه تبطل. بنسال هنا نوع الستيك اللي انت تحبه، رير خلي بالك من الكوما، ميديوم كوما تانية، اور ويل دان، رير ميديوم اور ويل دان، رير ميديوم اور ويل دان. عايزه ني ني يعني لسه ما استواش، ولا عايزه ميديوم يعني وسط الطهي او متوسط الطهي، ولا ويل دان يعني كامل الطهي مطهي جيدا يعني. يبقى عندي الثلاث كلمات دولت صفات بستخدمهم لوصف الاكل. انت عايز الاكل بتاعك رير يعني ني، ولا عايزه ميديوم متوسط الطهي، ولا عايزه ويل دان كامل الطهي او معد جيدا للاكل. فبيقول له ميديوم بليز، يا ريت لو سمحت انا عايز الاكل بتاعي او الستيك بتاعي يبقى ميديوم يعني وسط. اند ابيكت بوتيتو، وهات لي كمان بطاطس، هات لي كمان ابيكت بوتيتو يعني بطاطس مطبوخه، هات لي كمان طبق بطاطس. اند ابيكت بوتيتو. هاو اباوت ا سالاد، هاو اباوت او وات اباوت، هاو اباوت او وات اباوت، وماذا عن؟ طب ايه رايكم اجيب لكم طبق سلطه؟ وات اباوت او هاو اباوت ا سالاد، وهنا ا كلمه سالاد يا سيد كميه، هنا ا سالاد معناها طبق سلطه، يبقى هاو اباوت ا سالاد يعني ايه رايكم اجيب لكم طبق سلطه كمان. فبنرد هنا ونقول ساوند از جود، ساوند از، وما انساش الاس بتاعت ساوند از دي، ساوند از جود، يبدو رائعا، جميل، ماشي، هاتي هاو اباوت ا سالاد، جيبي هاتي هاتي اللي عندك، ساوندز جود. بس قبل ما تروحي قولي لي، تعالي هنا قولي لي واتس توديز سبيشال، خط تحت الجمله كلها، واتس توديز سبيشال، واتس توديز سبيشال معناها ما هو طبق اليوم، ايه طبق اليوم عندكم النهارده، ايه العرض الخاص عندكم النهارده، ايه الوجبه الرئيسيه عندكم النهارده. يبقى واتس توديز سبيشال ما هو طبق اليوم لديكم. فردت قالت له سباجيتي اند ميت بولز، سباجيتي مكرونه، سباجيتي اند ميت بولز، وكرات اللحم اللي هو الكباب يعني. جود، خد خط يلا. اي ام ان ذا مود فور سباجيتي، اي ام ان ذا مود فور سباجيتي، اي ام ان ذا مود فور سباجيتي، يعني هات لي من ده انا نفسي رايحاله، انا ميال له، انا نفسي فيه. يبقى لما اقول اي ام ان ذا مود فور يعني انا نفسي في الحاجه دي، اي ام ان ذا مود فور ده انا نفسي فيها، اي ام ان ذا مود فور سباجيتي هاتي لي سباجيتي انا في المود او مزاجي رايح لها او ميال لها. يبقى اذا هخلي بالي في الجمله دي من وجود حرف الجر ان قبل كلمه مود، اخلي بالي من السبيلنج بتاع كلمه مود اللي هو بمعنى مزاج يعني، وكمان حرف الجر فور، يبقى ان ذا مود فور، ان ذا مود فور، ان ذا مود فور. I'll have that، تمام، انا نفسي في السباجيتي، I'll have that، هاتي لي منه، هاتي لي من ده اللي هو سباجيتي. جابت الاكل، هير يو ار، اتفضلوا، ثانكس، ات لوكس ديليشس، ات لوكس يعني احنا لسه ما اكلناش عشان نقول التيست طعمه جميل، لا ات لوكس شكله حلو، شكله حلو، شكله لذيذ، شكله لذيذ، ات لوكس ديليشس، تمام. دي كل المحادثه، دي كل المحادثه. اذا قلنا ار يو ريدي تو اوردر،
بالبنكتوشن بتاعها بترتيب الجملة بالجزئيات اللي فيها اللي هي are مع ready و to المصدر. I think so, I'll have, I'll have, I'll مصدر. Rare, medium or well done. انت عايز ده ولا ده ولا ده؟ Medium please and a baked potato. How about a salad? How about a salad? What about a salad? Sounds good. What's today's special? قلنا جملة دي مهمة. What's today's special? Spaghetti and meatballs. Good. I am أخطر جملة فيهم. أخطر جملة فيهم. I am in the mood for spaghetti. I am in the mood for spaghetti. I'll have that. هاتيلي من ده. Here you are. Thanks. It looks delicious. طيب. الجمل اللي عندي فوق في المحادثة هي نفسها اللي موجودة قدامي دي. هي نفس الجمل دي. تمام؟ بالترجمة بتاعتها. أخلي بالي منها وأحفظها بالترتيب عشان سؤال الترتيب وعشان البنكتويشن وعشان الاختياري. تمام؟ نروح للجزئية التانية. عندي بيج 22 فيها جزئية الكلمات اللي عندي في المحادثة وأكثر شوية. يعني نفس الكلمات اللي موجودة وعليها كلمات طبعا مشتقات تانية لها أو كلمات زيادة. زي hello, ready, order, I think so, have a steak, rare, medium, well done. بعتبرها صفات عشان الأود وان. صفات عشان الأود وان. Baked potato, how about it, salad, sounds good, today, special, today's special, spaghetti, meatballs, in the mood for, I'll have that, here you are, thanks, it looks delicious. الأفعال والماضي منها, ordered, baked, sounded, looked, needed, liked, thought, bought, had, ate, drank, we went. بعد كده برضو مديني أهم الجمل اللي عندي عشان الترتيب. طيب وبعدين قال لي خد عندك الصفات دي good و bad, first و last, hungry و full up. full up لما أقول I am full أنا full يعني أنا شبعان. تمام عكس كلمة hungry today ومديني هنا tomorrow. عندك exercise خفيف كده اللي هو جزئية الأضوان. مديني كلمات زي restaurant و order و zoo و school. restaurant نعمين كتير. هو مش مفروض يكون عكس tomorrow yesterday. تومورو يسترداي مفيش مشكلة عادي. النهاردة وبكرة ومبارح تلاتة عكس بعض. تلاتة عكس بعض. تمام. النهاردة وبكرة ومبارح. تمام. ها بديني ريستورانت وأوردر وزو وسكول. هقول له مين الأوض هنا في المجموعة دي. ها هقول له مين الأوض. أوردر. ها هقول له أوردر هي الأوض. هناخد دائرة على أوردر وأكتب مكانها مثلا Egyptian Museum. مين اللي قال Egyptian Museum؟ أنا. أنت مين؟ أنا رحمة. يا رحمة طب أنت بتزنقي نفسك في الصعب ليه يا رحمة؟ طب عشان هتكتبي عشان تكتبي Egyptian Museum عايزة لك سطر قد كده وممكن تغلطي في السبيلنج بتاعها. طب ما أنا أكتب بارك بانك فارم الحاجات السهلة. ممكن library see. ما أنا بقول الأماكن السهلة الصغيرة. تمام يا فاطمة يا رحمة. ماشي. rare medium steak special.